قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم أنت تملأ وغدا أنت تقرأ. فهل ستقرأ أعمال تسعد بها لدرجة أنك تقول للخلق: ها أمقرأوا كتابية، ها أمقرأوا كتابية، من شدة الفرح تقول للخلق اقرأوا كتابي نجحت؟ ولا راح تقول: يا ريتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ريتها كانت القاضية. الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابية، ها أمقرأوا كتابية، فرحان نجح في الاختبار، فرحان. إني ظننت أني ملاق حسابية. ماذا قال الله عز وجل عنه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله سبحانه وتعالى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ماذا قال الله عز وجل عنه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أعوذ بالله، أعوذ بالله. انجح في الدنيا عشان تنجح في الآخرة. هل أنت أعمالك اللي تسويها في الدنيا راح تسعدك في الآخرة؟ لما تقرأ حياتك اللي في الدنيا أنت اللي عشتها من وإلى، تقرأ كتابك تشوف هذا أنا والله سويت كذا، راح تفرح؟ والله مكتوب أني صليت قيام الليل، مكتوب أني أنا صليت صلاة الضحى، مكتوب أني أنا مسحت على راسي، تفرح ومن شدة فرحك تقول: ها أمقرأوا كتابي، أنا نجحت في الاختبار. ولا لما تقرأ كتابك، كتاب يفشل، يفشل حياتك، تفشل، جيب الهم، والله ذا سويت معصية وأعوذ بالله، شربت خمر أعوذ بالله، ارتكبت فواحش، سويت النون وما يعلمون أعوذ بالله، ضربت فلان بغير حق، سويت وسويت وسويت أعوذ بالله. من شدة همك ما تفكر في الناس، خلاص تقول عن نفسك، تقول: يا ليتني لموت كتابية، يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يا ويلك ويلاه، اعمل في الدنيا وانجح في الدنيا تنجح في الآخرة. الأعمال الصالحة يا جماعة، الأعمال الصالحة. كم سنعيش احنا في الحياة الدنيا؟ كم سنعيش؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100، 110، 120. طيب بعدين ما ردك آخر شيء في التراب، ما ردك آخر شيء إلى الله سبحانه وتعالى يحاسبك. فهل ستنجح وتأخذ كتابك بيمينك أم ستأخذ كتابك بشمالك؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أني أخذ كتابي بيميني وتأخذ من كتبكم بيمينكم يا رب العالمين. السلام عليكم.